بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبلي يكي درس تين تلمو توار رمضان إرافل تاجر رو بابا أغرتني ور بابا درا إرا قافي درا أغرتني فلن نجر المسألة الثانية أما موقف أنه مسألة لموت مسألة لموت كان كيسا ونجر مالني أقسام الصيام صومني هقمت تقودما الصيام قسمان صومني لمت تقودما واجب وتطوع تقو واجب جل أما تقو سنة جل أما لما أنما كان صومني والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام واجبني أمو أغرتني إنو قود سدي أفجلا كابا توك رمضان صوم لما كفارة أغرتني نمني وكفارة إسر رجل صوم إني لواجب صدفان كسلتي تكابان سلتي وفكبسيسي ربي في صوم جل صومني واجبا سدين كان غروان إنو إرادو بان صوم واجباتي في غسنة إرادو بان كبيرا أغرتني ككفارة نظريفة بكبيرات التلوفة مسألة تنا تيتان تتعفرسو ما إني فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه صدرك جيني رمضان أقبو أما اللي وان حكمة إني كراغو الأمف صوم كراغو الأمف إيو أغرتني صدرك صوما الرائي قال لي فضله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رسول ربي أكنا جلنج أبي هريرة من قام ليلة القدر نمني رمضان كيس ليلة قدر الآبت إيمانا واحتسابا ربي اتعمني ربي نقوم سي واحتسابا ربي رته الرغته هل كان غافا قدري سنابته ما الارغته غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبي إسا تترتمر ربي إسا ديسا إر إسا ترى ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا نمني رمضان صومي جانم ملي قريفو قال كان نابته مي نمني رمضان صومي ربي اتعمني ربي نقومسي واحتسابا ربي رته الرغته نمني صومي إن اللي مال أرغته غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبي إسا وانترت ربي إسا ديسا هذا ابن كوني متفق عليه كبخاري مسلمي أما اللي أبي هريرة رانو أدف فمي ربي سر هجالته أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي أكنا جال جلين مهمة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن نبي ربي ما جل الصلوات الخمس سلان نشنن الله رمضان الله جمعة لين حقا جمعة تت رمضان الله حقا رمضان تت وان جدو كان جلو معسيانا من راهر شافتي إذا اجتنبت الكبائر يونا ميتش ماسياقو قردا الرفقات ماسياقو قردا جتشون كان أدنو ربي كيسا جيرو كابارسي كيسا جيرو أدنو ربي عذابا كانتو يجتشو يوكا حد دي اللين إسا كيسا جيرو ماسياقو قردا انساني وأن ماسياقو قردا كان انتهين ماسياق دي دكا سلان نشانان اللي رمضان اللي جمع اللي نمر راهر شافتي الرسول ربي عليه الصلاة والسلام هدي ابني
نمني أوديس مسلمي كوني. هذا بعد ما ورد في فضل صيام رمضان وفضائله كثيرة والنسوم نفكيسا قبو إن شاء الله قزيب الآيو رب النوفر والاتدعي بنا وان رمضان نفكيسا قبو هدو أما كانوا مرة الرقباء بني واني اتعالوا مال الحكمة الحكمة من مشروعية صومه مال اني حكمة واني ربي صوم كان كراغ مالي شرع الله سبحانه وتعالى الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة ربي صوم كان واني كراغ وليف حكمة هدو كيس جرا أما اللي بواه هدو كيس جرا سرير رامال قالوا تربي ربي كتر قدولة سرير رامال جانو لمان تزكية النفوس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة نفس يقول كل سكة سجرة وان فكتو أمل بدائرة وان ففكتو غرغرائرة نفس يقول كل سكة رمضان صومو كان كيس سجرة لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان صومني كرا شيطاني قامنا ما كان كيسا ديم كرا شيطانا يتلبسا أكدرانيت شيطاني كيسا ديمو هندن ديو أما اللي حكما صوم كيسا جلو مالين تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها دنيا را زهدي يقول عني دنيا را قرقلني فري دنيا دو كديمو نبو أما اللي آخرا كجيلو في قلني جنة ربي سن كجيلو تكيس جرا أمس واني حكمان صوبني كراغونا مهمال صوبني كواني رتنا مكاس نما مسكين وان ياتون قمني ورد ريسي وصوما كان صومي إسا يادتا إساني رحمة قرا وان إسان بيلا لالا ينكنا لالو إساني كان بيكا لأن الصائم يزوق ألم الجوع والعطش إلى غير ذلك نعم نسوم لالو بيلاتي في ديبول ليلة لما كان قفاميتي حكمان هدوتو أقرتني صوم كيس سجرة أما اللي مثلا تن تشنسو المسألة الخامسة شروط وجوب صيام رمضان ولاغان صومني جيني رمضان يولو في صومون نمرت درق متيون يونمني ولاغا كم قدت يجب صيام رمضان على من توفرت فيه شروط العاتية نمني شرطين أما دبتشو هنكوني إسا كيسا ولقا بمتي صوموني سرت درق ما لني شرطي يوكا ولاغان سني أولا الإسلام نمني صومكوني إسلام تيوكبا فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر نما كافرا صومني إسرت درك أمامت إيو صوم اللي إسر فياتين أرقم لأن الصيام عبادة صومني عبادة والعبادة لا تصح من الكافر إلا يو إسلامتي من نمشي كافرا أقرتني حق إسلامته سو عبادان فياتين أرقم فإذا أسلم يو إسلامته هو لا يلزم بقضاء ما فاته سلا صوم اغتني كذا كافر ما كيس جروسن ادا كفل يجچون اسن قبط خلاص قافوا صوم اغتني دفي اي اسلامته يغفسن را واجب يسرت ولا غندرا كان كلامو ام مالين البلوغ وني صوم ندير كما مرت تاو مالين نمچ بلغو بلغو يجچون بكلم نيغيغو مالين بلغل يو ريفنسي بك نفس هلا يرتبه يو كان يو بشام من ييته وكوني نمر به يو كان يو كوني مرتو أرقمونا به وقاكو لشنقه نمني توكو بلق جرامة حقا بلقو تسوم نيستي واجبا تو بلوغا وانسدين أما لاكو إن كان إيرا في دوبرتين لين توكو ما هاتيو مالي دوبرتين إذا سوال إرنا إذا تنقبل يو كوني مرتو أرقمونا به كان دور أمو أقرتنين آدان دوبرتي كي ترفو هيدي جرى مصول الترفي إسين كان أولين أفرق أبدي واني بلغنين كان
مالف نمتشا قبل لقوت سومني واجب الرتنتان رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان جان رفع القلم عن ثلاثة نما سدي أقرتني قلمني قال من ربي إسان الرت وانبر ريزتو إراها في إرها فمجر جان إيه نسوني فذكر منهم الصبية حتى يحتلم مجاة دائمة حقا إني بلقوت حقا إني بكلمني قهي قوت قلمني وهيتو وايزت انبر ريز هاتا يمالي واني عزتي هذا النمال ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام نمني مبلغين وانا ما جنن كان ارجن مبلغين سو كسو متاتي صوم لي صف يمت يو ادم بافت وينبغي لولي امره متعدم بافت كم مبلغين كان ابان التقافه مال تقافه مال تسرج اي يعمره بالصيام ليعتاد ليعتاده ويالفه اكن برت مجاين ما يغرتني واني نما التقافه تمر أباته وبليستها نما يسقدس نما إني جل جرسان الربان جرمال سوما برسيزتو يسر رجلا حقا بلغوني نيغني كسديسو ولاغان سومني نما توجبون الأقل نمني توقو أقلي قباتشو فلا يجب الصيام على المجنون نما مراتا نما الأماء واتكو فين بيني سومني سر رت واجبا تو سومني إنو رت واجبتا نما أقلي قبر رت واجبتا دبيره فو رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث جنسان ورفع على القلم عن ثلاثة نما سدي الرافو لمجان سدين سن الراتو كريه مجاجن أما كلامه إنن فذكر منهم المجنون حتى يفيق هاقا إني أقرتني مجنون ما كان الرا فيت إسلي قلمني وهي كوا اتبار ريسو هنجلو جان كا سديسو كان عقلي قباتشو إيه كا أفريسو والنسوم نمت واجبته مال الصحة نمت فياك أباتشو فياك أباتشو فمن كان مريدا لا يطيق الصيام لم يجب عليه نمن لكم ستين سوما دندين سوم نيسرت واجبه انتي يوك سوم تاته وإن سام صح صيامه سوم نيساقروا فيامتي أرقم يوك سوم تات مال السوم نواجب الرتنتان نمن بامه جتش ربي كيناتي رقان ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ربك كنجي نمن لكم ساته يوكا امال جراته سوم هيكو دندايا ايقسي قويا براك عذاب اسمالي فاذا زال المرض يو لكم نسوني سر ادامي وجب عليه اداء ما افطر من ايام قويا وانا قرتنيه كيسا عذاب اسوني سرت دير كامت هجرة كشنيسو ولا كان صومني نمت واجب تيون الإقامة كيج راتشو فلا يجب الصوم على المسافر نما إمال جرو صومني سرت در كمامد أكما آية ريب كرانسان ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام من أخر ربي ما صوم كراك ولتو نما دبا ميفي نما إمال جرو اللي صوم هيك ويا برا أغرتني صومو دندايا قدابا سو دندايا نما إمال بالا جرو اللي صومني سرت واجبا ميقا جن فلو صام المسافر صح صيامه اقمنا مشرب لكم ستي جن كان يوكا صوم تات صوم نيسا مشرب لكم ستي كان صوم نيسا فياته ارغما يو امو اغتنيكا سببا اغتنيكا يدي موتني مال دي موتين صومك هي كوتات نمتشي مسافرا اجرا تشول بي مال دي مون كهي كوتات ويجب عليه القضاء ويجب عليه قضاء ما افطر في السفر وان سفرته ككنا قضاء كان كفلون اسرت واجبا كجهسو شرطين يو كان ولا كان صبن واجبا مرتهون كني وان دبرتي قفلالو الخلق من الحيد والنفاس دبرتين تك وان صوم يزيد وقرى بلستو سنمال ادا دبرتي كجاني تديبو ادا ديا سنرا بلستو فالحائد والنفساء لا يجب عليهم الصيام دبرتي عادان جاء التلفي دبرتي عادان ضياء التلفي صومني الرت دير كمامد بل يحرم عليهما انما يئسان الرت حرام رسول ربي عليه الصلاه والسلام ما جن اليست اذا هادت لم تصلي ولم تصم ولم تصم دبرتي انت كيو عادان التلفي هن صلاه تلي هن صوم تلي فذلك من نقصان دي من نقصان دينها أمو أقر تنسني إرنا دينا إسيت جان سوم في صلاة الأبن سني ويجب القضاء عليهما
دوبرتي أغرتني آدان جايت رفيا صوم هيد كصومون يصير رهين جر ركان صوم أصلا كدا باسون يصير رت واجب كأدا جاتي في أدا دايا سن إلّا أكما عايشة جت ربي يصير رها جالتو كان يصيبنا ذلك نو زمن الرسول أغرتني آدان تنط رفت فنؤمر بقضاء الصوم صومك أدا باسوت أمرمني ولا نؤمر بقضاء الصلاة صلاتك أدا باسوت هنا أمرمني جت عائشة ربي يسير رها جالتو كنافو حديث ابن كل أما قرتني رواه مسلم حديث أنا مسلم تؤديس إيه مثلا تنا تشاني سولتنا قالوا ولكبا ولا قان صومني نمت واجبة تيون نمت توقع إسلام ما قباتو تك أما اللي بلوغة بكنام نقيقو لما أما السدفان أقلي قباتو السدي أفرفان فيا قباتو شنفان نمك إيجر تو جهفا وان دوبرتي لالو وان عادا اغرتني دوبرتي تدد ديبو خجاتيف كديا سنر اللي بلسة تو درس انتين نتلامون لي أسيت الآبتي هاقا درس اتعانت ولت ديبو نتي نقيت ترى وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.